الآن دعونا نفعل شيئا ممتعا، وهذا إلى حد ما سيكون من أسهل المهام التي من الممكن الحصول عليها، إنه تمثيل سلسلة ماكلورين. ودعونا نحاول تقريب F ال X يساوي E للقوة X. وما يجعل هذا بسيط هو عندما تأخذ المشتقة، وصراحة هذا واحد من الأشياء الممتعة حول العدد E، أنه عندما كنت تأخذ مشتقة E للقوة X كنت تحصل على E للقوة X، وهذا يساوي F فتحة ل X، وهذا ما يساوي المشتقة الثانية ل X، وهذا ما يساوي المشتقة الثالثة ل X، وهذا ما يساوي المشتقة رقم N من X. إنها دائما تساوي E للقوة X، هذا هو الشيء الأول حول E. يمكنك فقط الاحتفاظ بأخذ مشتقته. الميل على أي نقطة على هذا المنحنى هو نفس قيمة نقطة على هذا المنحنى، وهذا نوع من الجنون. ومع ذلك لنأخذ تمثيل ماكلورين لها، لذلك علينا أن نجد F فتحة لصفر والمشتقة الثانية على صفر، وعندما نأخذ E للقوة صفر، E للقوة صفر تساوي واحد، وهذا يكون مساويا ل F الصفر، وبالتالي هذا سيكون مساويا لأي مشتقة تقيمها. أي مشتقة ستكون قيمتها صفر، والمشتقة رقم N ستكون قيمتها صفر، وهذا ما يجعل سلسلة ماكلورين واضحة إلى حد ما. إذا كنت تريد أن تقرب E للقوة X باستخدام سلسلة ماكلورين، إذن E للقوة X، وسوف أضع القليل مما يقارب أكثر هنا، وسوف نقترب أكثر وأكثر إلى حقيقة E للقوة X، وعلينا الاحتفاظ بإضافة المزيد من العبارات، خاصة إذا أضفنا عبارة عدد لا نهائي. إنها تبدو كما يلي: F الصفر، وإننا نفعل ذلك. ما هي الألوان التي استخدمتها للجيب وجيب التمام؟ اللون الوردي والأخضر. سوف نستخدم الأصفر هنا. إذن F الصفر هو واحد، زائد F فتحة لصفر ضرب X، و F فتحة لصفر أيضا واحد، إذن زائد X، زائد هذا أيضا واحد، إذن زائد X تربيع تقسيم 2 مضروب. كل هذه الأمور ستكون واحد، هذا واحد وهذا واحد. عندما نتحدث عن E للقوة X، إذن نذهب إلى العبارة الثالثة، هذا واحد. إذن لدينا فقط زائد X للقوة 3 تقسيم 3 مضروب. وأعتقد أنك تشاهد النمط هنا، إنه مجرد إضافة للعبارات: X للقوة 4 تقسيم 4 مضروب، زائد X للقوة 5 تقسيم 5 مضروب، زائد X للقوة 6 تقسيم 6 مضروب. الآن شيء أنيق جدا قد بدأ للخروج، إنه شيء رائع، حيث أن E للقوة X يمكن تقريبها إلى 1 زائد X زائد X تربيع تقسيم 2 مضروب، زائد X للقوة 3 تقسيم 3 مضروب. مرة أخرى E للقوة X بدأت تبدو وكأنها شيء رائع، وهذا أيضا يؤدي إلى نتائج أخرى مثيرة للاهتمام، مثل إذا كنت تريد تقريب E، يمكنك فقط تقييم هذا حيث X تساوي واحد. حتى هذا أيضا
ولذلك كنت أقول فقط إي هي إي للقوة واحد. إذن إي هي إي للقوة واحد، وهذا تقريبا يكون مساويا لكثير الحدود هذا عند تقييمه على واحد. إذا كان x هو واحد هنا ثم نجعل x يساوي واحد هنا، لذلك سيكون واحد زائد واحد زائد واحد تقسيم اثنين مضروب زائد واحد تقسيم ثلاثة مضروب زائد واحد تقسيم أربعة مضروب زائد، وهكذا حتى الوصول إلى اللانهاية. ويمكنك القيام بذلك أيضا كواحد تقسيم واحد مضروب، ولكن ما هو رائع حقا هو ذلك. وهذه طريقة أخرى لتمثيل إي، فهو يبين أن إي مرة أخرى تظهر كنوع من اثنين زائد واحد تقسيم اثنين زائد واحد تقسيم ستة. إذا كان يمكنك القيام بذلك فيمكنك الحصول على العدد إي، ولكن هذا بحد ذاته ليس فقط الشيء المدهش. وإذا كنا ننظر إلى الوراء في تمثيل ماكلورين لهذه الإلكترونات الأخرى، جيب تمام X، واسمحوا لي أن أنسخ وألصق جيب تمام X. إذن جيب تمام X هنا، واسمحوا لي أن أنسخ وألصق كل شيء. إذن هذا جيب تمام X، ودعونا نفعل الشيء نفسه. لجيب X ذلك الذي فعلناه في الفيديو السابق، إذن جيب X، واسمحوا لي أن أنسخ وألصق ذلك. إذن هل نرى أي علاقة تقريبية بين هؤلاء؟ قبل ذلك، وربما أنك خمنت أن هناك نوع من العلاقة بين الجيب وجيب التمام، لكن ماذا عن إي للقوة X؟ إذن ما الذي تراه هنا؟ هل جيب تمام X يبدو كثيرا مثل هذه العبارة؟ زائد هذه العبارة، رغم أنك ربما تريد أن تضع إشارة سالبة في الخارج أمام هذه هنا. إذا لدينا الشكل السالب لهذه العبارة هنا، زائد هذه العبارة هنا، زائد الصورة السالبة لهذه العبارة هنا. وجيب X تبدو تماما جيب X تبدو تماما مثل هذه العبارة زائد الشكل السالب من هذه العبارة. زائد هذه العبارة زائد الشكل السالب من العبارة التالية، حتى إذا كان يمكن أن نوافق نوعا ما العبارات السالبة بطريقة مثيرة للاهتمام. إنه يبدو مثل إي للقوة X على الأقل تمثيل متعدد الحدود لإي للقوة X على نحو ما يتعلق بتركيبة تمثيل متعدد الحدود لجيب تمام X وجيب X. إذن لقد بدأنا نحصل على شيء رائع حقاً، لقد بدأنا نرى اتصال بين شيء يتعلق بالفائدة المركبة أو اقتران المشتقة، هو دائما مساوي لذلك الاقتران وتلك الأشياء التي تخرج من دائرة الوحدة والحركة التذبذبية وجميع أنواع الأشياء. على أي حال،
سوف أترككم الآن، وفي الفيديو التالي سوف أظهر لك كيفية التوفيق بين هذه الثلاثة اقترانات الرائعة. إلى اللقاء.